السنة المواصفات اللي فكرنا فيها لأم مميزة نحتفل فيها كانت أنه تكون أم لست أولاد عمرها تحت الأربعين، تكون من المدينة ومش من الريف أو مش من شي ضيعة خارج بيروت، وتكون بتشتغل وتكون مبسوطة وتكون عم بتفكر بولد سابع. لكل اللي قلنا لهم أصحابي على تويتر قالوا هيدا الشيء مستحيل إنه نلاقيه لحد ما تعرفنا على بيت صعيبي. رحبوا معي بألين وغسان صعيبي. أهلا وسهلا فيكم. ست ولاد. ستة. في شيء توم بيناتهم أو لا ستة؟ لا ورا واحد ورا الثاني. كيف ملحقة؟ يعني هذا أكثر سؤال اللي كنت يعني عم بيقولوا لي المشاهدين لأسألك إياه، كيف ملحقة على مدرسة؟ لا لك كثير هينة. هي العملية عملية نظام. يعني إذا مشيت على نظام معين حتى الأم هلأ يعني إذا بولدين ونظمت حالها الفرق كتير بسيط بين 62 بدها سرعة بالحركة بالتفكير وبده يكون عندك أن كاركتير يعني شخصية شوي شبه عسكرية يعني إنه بدك تعطي أوامر وبدهم يطبقوا الأوامر والمناقشات بتجي بعد بلنا بهال يعني هي قالت شبه عسكري تفكر إنه يعني الاولاد هيك مجبوطين بس ما انه هيك تعودوا على النظام وخلاص هن مبسوطين ومرتاحين ومبسوطين ما عندهم مشكله هو اللي بينزعج اللي بيكون معود على الفوضى وبدك تطبق عليه نظام هيدا اللي بينزعج في تعب بس انه على ليلة اكيد في تعب بس مثل كل الامهات لانه الركض هو بعد الظهر انا وام ثانيه كمان من 3:30 عنا كلنا للسبعه ركض بين تدريس وحمامات وتدريس بس بالنتيجه بعد 7:30 الاولاد بيناموا وبتشوف حياتك الخاصه بترتاح هيدي جزء من النظام 7:30 كله نايم ما في مزح وعم تشتغلي قبل الظهر؟ ايه بنزل ساعتين ثلاثه على المكتب مكتب بغير محامي إيه لانه مع غسان عن غسان كان قرار انتم كنتم مقررين ست اولاد استاذ غسان نعم نحن من قبل حكينا بهالموضوع قبل ما نتزوج اقتنيتنا على نفس الموجة انت بتحب العائلة الكبيرة كثير وهي بتحب كمان دونك ما في مشكلة ابدا موضوع ما ابدا ما كان في اشكالية حوله فانتم مجوزين من سنة 2000 عندكم ست اولاد مثل ما قلنا تعذبتوا بالاسماء طيب او انه دغري اسامي الصبيان ما كان عندنا عذاب فيهم كان غسان مقررهم من قبل البنات شوي اخذوا وقت شيء بسيط بس انا كنت اهتم بغير غسان يسمي وانا كنت اهتم بالشؤون الثانيه نعم. وقتها اول ما صار عندي سيلين وجوزيف صرت احس انه بعد بدي اكثر واكثر انه شو هالاحساس اللي انه لما بتحس انه في شخص معلق فيك حياته سعادته بصير بيعطيك هالشيء دفع اكثر انه بالحياه وحب للحياه اكثر وصير اقول لا الولاد مش عبء الولاد هن بس سعاده في محل عم بتقولوا انه انتم ما بتحبوا كنتوا تاخذوا حبوب منع الحمل يعني عندكم موقف ديني من الموضوع هذا طبعا لانه مثل ما قلت لك ومثل ما انا مقتنع وهي مقتنعه كمان احنا الله عطاك نعمه انك وعندك اولاد نجي نحن نقول له سوري ميرسي ما بدنا اياها لا مش وارده انت بتدرس كيف؟ الدرس ماشي حالهم تمام الاولاد اكيد يعني كيف عندي انا عملت لهم اجواء للدرس يعني انا تي في ما عندي بالبيت انا الاولاد بارض الجمعه ما في تلفزيون بيحضروا بالويكند ما عندنا تلفزيون وبشلنا تلفزيون بالبيت بالويكند نطلع على الجبل بيحضروا تي في انت رح تكوني محظوظه بس يجيك ست هدايا على عيد الام بس يكبر شوي اكيد محظوظه ما بس بالهدايا الهدايا شو ما يجيك هدايا ماتريال بس ما بقدر اقول لك كيف بحس اوقات انه قلبي عم بيرقص لما بشوفهم بنبسط فيهم هن وعم بيلعبوا هن عم بيتخانقوا كيف عم بيحلوا مشاكلهم مع بعضهم بقى بكون عم اتفرج عليهم وسعيده حتى انه عم اتخانق بكون سعيده بتاملهم شوف احلى لحظات هي لما بجي على البيت بيهجموا علي كلهم وبنقعد بنقرا قصه بيكونوا كلهم هاجمين علي وعم بيتخانقوا مين بده يقرب اكثر مين بده ياخذ البوزيسيون الاقرب دونك هيدي لحظات عن جد لا توصف اكيد من على بكره اللي عم بينطوا عليك والتخت شغله ثانيه اللي عاملينها كثير مهمه انه كسرين صوره نمطيه انه العيال المسيحيه صغيره يعني عاده انه ولد ولدين ثلاثه انه اف
انتم حاسين انه كسرين هيدي الصوره استاذ غسان؟ زمان بدي اقول لك شغله، الصوره الحاليه هي بعكس التاريخ. تاريخيا العيال المسيحيه كانت تبقى عيال كثير كبيره. صوره نمطيه ثانيه كسرتيها انه المراه المخلفه كثير لازم يكون جسمها يعني ناصحه، مش مهتمه بحالها، مش حلوه هيك مبينه كانه بعضها يعني مش مجوزه. كيف ملحها كمان؟ هيدا لانه غسان هو بحسسني بانوثتي، يعني انه انا بعدني مش الى ماما. ان في بارتي ناموا الاولاد ما عدت لماما دي زانفان، صرت لفام، وهالشيء كثير مهم. عندنا حياتنا الاجتماعيه مستمره دائما، وبنحب ما بنحب نعيش لحالنا. يعني نحن انا مو ممكن اتصور حالي نهار الاحد قاعده لحالي ما عندي ناس ماني محاطه، وهالشيء الحياه الاجتماعيه كثير بتساعدك على انه مش بدك تحافظ على مين ماما معين انه من الترتيب. عم بتخيل الطنجره عندكم بالبيت كيف؟ ولا معودة عليا انا الطنجرة، معودة عليا انا بجيب الطناجر كيف تبعوا للمطاعم. يعني لانه ما بيساعوا 30 كوسية 35 كوسية بقلب طنجرة، بس فيها سعادة لانه لما بتكون عم تطبخ. يعني ما بتعرفي تطبخي لشخصين؟ لا ما بعرف، من قبل ما كنت اعرف. يعني معودة على الاحجام الكبيرة، عم بقول لك جاي من عائلة كبيرة معودة على احجام كبيرة، بقى لإلي سا سي نورمال وهو سي دو بليزير. يعني هذا كله سعادة انه تحس انه انت وعم تعمي ولادك بتنبسط انه عم بتكبرهم، وشعور كثير رائع كثير رائع. على كل الاحوال الف مبروك عيد الام ان شاء الله. مرسي. يعني ببلشوا يجيبوا لك هدايا وبتنبسط. ميرسي. بدي زمان بدي اقول لوالدتي كلمه انه لولا هي وجودها بحياتي انا يمكن ما كنت من اسعد الناس اليوم، وهي بفضلها هي علمتني كيف احب الله محبه الله، وعلمتني اشياء كثير مهمه بالحياه انه السعاده هي بالعطاء، ما تفكري انه شو بده يجيكي، وسامحي لانه الحب هو مسامحه. بقى هيدول انا طبقتهم بحياتي وسعيده بفضلك. هيك 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 بيت.